السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد ما اتكلمنا عن دي ارتكل ادوات التعريف، وعرفنا ازاي بختار الاداة دير، وازاي بختار الاداة دس، وازاي بختار الاداة دي، وعرفنا ان ادوات التعريف في الالماني كلها بتبقى في حالة الجمع الاداة دي. النهاردة نتكلم عن درس مهم جدا 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 والناس بتتخض منه، الا وهو دي اكوزاتيف. دي اكوزاتيف، اكوزاتيف اللي هو المفعول به. الناس بتسمع كلمة مفعول بتتخض، برغم ان هو درس سهل وسلس جدا. قبل ما اخش على دي اكوزاتيف، هديك شوية افعال تحفظ الافعال دي. الافعال دي بتسبب حالة الاكوزاتيف. نبدأ كده، اول فعل براوخن. براوخن، فعل براوخن يعني يحتاج. الافعال دي لازم نحفظها. اسن، اسن فعل اسن يعني يأكل. ترينكن، ترينكن فعل ترينكن يعني يشرب. نيمن، نيمن نيمن يعني يأخذ. برينجن، برينجن يحضر. هابن، هابن يعني يملك. يبقى الأفعال دي كلها بتسبب حالة الأكوزاتيف، وكلمة أكوزاتيف يعني المفعول به. فعل فندن، فندن فندن يعني يجد. زوخن، زوخن يعني يبحث عن. شرايبن، شرايبن يكتب. بيشرايبن، بيشرايبن فعل بيشرايبن يعني يصف. طبعا واحد هنا مستغرب يقول لك شرايبن يكتب وبيشرايبن يعني يصف. المقطع بيه بيخش على الكلمة بيغير معناها تماما، زي خدنا قبل كده فعل كومن. يعني ايه كومن؟ تماما اللي هو معناها يأتي. هنلاقي فعل تاني اسمه بي كومن، معناها يحصل على. ليزن، ليزن ليزن يعني يقرأ. هقراهم تاني بسرعة كده. براوخن، براوخن اسن، اسن. ترينكن، ترينكن. نيمن، نيمن. برينجن، برينجن. هابن، هابن. فندن، فندن. زوخن، زوخن. شرايبن، شرايبن. بيشرايبن، بيشرايبن. ليزن، ليزن. نخش على المجموعة اللي بعدها. زيهن، زيهن يعني يرى. زيهن يرى. بيزوخن، بيزوخن هذا اللي انا لسه قلت لك من شويه. فاكرين فعل زوخن؟ قلنا زوخن يعني ايه؟ يعني يبحث عن. زوخن يعني يبحث عن. طب لو قلت بيزوخن ملاش علاقه خالص. بيزوخن يعني يزور. يبقى بيزوخن يعني يزور. تراجن، تراجن فعل تراجن يعني يرتدي. تراجن يرتدي، يلبس يعني. ميتن، ميتن يستأجر. فعل ميتن يستأجر. فر ميتن، فر ميتن
فعل فيرميتن يعني يؤجر، عكس فعل ميتن فيرميتن، يبقى يستأجر ويؤجر. فيرميتن عكسها ميتن. مشتن، مشتن فعل مشتن يعني يرغب. كان في ناس قبل كده سألتني على موضوع الكلمات، مجموعة كلمات مهمة جدا جدا الأفعال دي، يبقى لازم نحفظ المجموعة دي من الأفعال قبل ما أخش على موضوع الأكوزاتيف اللي هو المفعول به. وبالمناسبة الأفعال دي بتسبب حالة الأكوزاتيف في اللغة الألمانية، اللي هي بتسبب حالة المفعول به في اللغة الألمانية. طبعا كل دي زي مقدمة عشان نبدأ بعد كده نخش على الدرس بالتفصيل. ما تنساش لو عجبك الفيديو تعمل اللايك، تشترك في القناة وتفعل الجرس. نكمل. موجن، موجن فعل موجن يعني يحب. ليبن، ليبن برضو يعني يحب. ولكن ايه الفرق ما بين موجن وليبن؟ فعل ليبن اللي هو زي لوف كده، اللي هو يحب، جاي من العشق يعني. وبالمناسبة اقول ايش ليبي مثلا ميني كيندر، يعني انا بحب اطفالي. انما ما ينفعش اقول ايش ماج ميني كيندر، ما ينفعش اقول. يبقى فعل موجن ده اقول لك مثلا ايش ماج بيتزا، يعني انا بحب البيتزا. ايش ماج مثلا فيش، انا بحب الفيش السمك. ولكن فعل ليبن مع الاشخاص، وممكن اقول مثلا ايش ليبي ميني اور، كلمة اور يعني ساعة يد، يجوز ان انا اقول فعل ليبن مع الجماد كمان. انما فعل موجن لا يستخدم مع الاشخاص، فعل ليبن يستخدم مع الاشخاص ومع الجماد. اس جبت، اس جبت ده فعل على بعض في الالماني، على بعض كده، فعل مهم جدا. فعل اس جبت يعني يوجد. انا عايز اقول لك مثلا يوجد هنا مثلا كرسي. اس جبت هير اينشتول، اس جبت هير ايم باد، كلمة باد يعني حمام. يبقى اس جبت، اس جبت يعني يوجد. فراجن، فراجن، فراجن فعل مهم جدا، هنلاقيه بيستخدم كتير، معناه يسأل. زاجن، زاجن فعل زاجن يعني يقول. طبعا لو انت ملاحظ، والكلام ده احنا قلناه قبل كده في تصريف الافعال، ان معظم الافعال في اللغه الالمانيه بتنتهي بالاي ان. لو انت ملاحظ كده الافعال اهي بتنتهي بالاي ان، معظم الافعال يتعدى 98% من الافعال. في افعال بتنتهي بان بس، والكلام ده طبعا اتكلمنا فيه قبل كده. جنيسن، جنيسن، جنيسن يعني يستمتع. مش يستمع، يستمتع. اقول لك ايش جنيسة دي زون، ايش جنيسة دي زون يعني انا بستمتع بالشمس. ريباريرن، ريباريرن اعتقد واضحة، يعني ريبير بالانجليزي تمام، يعني يصلح. زنجن، زنجن فعل زنجن يعني يغني. بيزيشتجن، بيزيشتجن فعل بيزيشتجن، بيزيشتجن معناه يزور. هتقولي طب ما احنا خدنا فعل بيزوخن يعني يزور، هكمل لك انا بقى. فعل بيزيشتجن يعني يزور معالم سياحية، يزور معالم سياحية، اللي يتفقد معالم سياحية. فعل بيزيشتجن بستخدمه مع المعالم السياحية فقط، يعني اقول لك ايش بيزيشتج دي بيراميدن، يعني انا بتفقد الاهرامات. طب ينفع اقول ايش بيزوخ دي بيراميدن؟ اه ينفع، يعني فعل بيزوخن بيجي مع الاشخاص وبيجي مع الاماكن، مفيش اي مشكلة. انما فعل بيزيشتجن بيستخدم مع المعالم السياحية فقط، اللي هي معناها يتفقد.
الفعل اللي بعده كوفن، كوفن فعل كوفن يعني يشتري. وبالمناسبة فعل كوفن عكسه نعمل كده 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 كده، في فعل اسمه فير كوفن. يعني فير كوفن يعني يبيع. هل دي قاعدة في الألماني إن المقطع فير ده بيدينا العكس؟ لا. يبقى أنا عندي ميتن عكسها فير ميتن، كوفن عكسها فير كوفن. أحيانا المقطع فير بيديني الجيجن تايل اللي هو العكس بتاع الكلمة، ولكن هي ليست قاعدة. واضح كلام؟ زي عارفين في الإنجليش كده كلمة أن هابي أن هابي، عندي في الألماني ممكن أستخدم كلمة أن اللي هي يو إن دي بتديني برضو العكس في اللغة الألمانية. يبقى عندي المقطع فر بيديني الجيجن تايل العكس في بعض الأفعال، ولكن هي ليست قاعدة. افنن، افنن بتساوي فعل اسمه أوف مخن، أوف مخن فعل افنن قريب من فعل اوبن يعني يفتح. افنن اوف مخن. بالمناسبة في عندي بعض الاسرار في اللغة، نقدر نقول بعض الاسرار. لو جيب لي كده كلمة بالانجليزي فيها حرف البي حوله للاف في الالماني هتلاقيك قربت للكلمة. اقول تاني، يعني انا عندي فعل اوبن، معلش انا بطلع خارج الاطار ولكن اتعودت ان انا بدمج الانجليش بالالماني، والناس تسامحني في الجزئية دي لان انا من عشاق اللغة الانجليزية، اعشق اللغة الانجليزية طبعا بعد اللغة الالمانية. اللغة الالمانية هي عشق الاول، يليها اللغة الانجليزية. فانا عندي فعل open في اللغة الإنجليزية اللي هي معناه يفتح، في الألماني اسمها öffnen، يبقى البي مع الإف. مثلا عندي عارفين help يعني help اللي هي معناه يساعد، بالألماني اسمها helfen. واضحة كده العملية ولا ايه؟ يبقى انا عندي حرف البي في اللغة الإنجليزية بديله، مش عايز احطها قاعدة، ولكن لان نفهم ان اللغات اصلها كلها، اللغات كلها اصلها اللغة اللاتينية. اتفقنا؟ والناس تقريبا عارفة الكلام ده كله، ان اللغات اللغة الالمانية واللغة الفرنسية واللغة الايطالية اي لغة طبعا معاها طبعا اللغة العربية اصلها اللغة اللاتينية. هقول لك بقى معلومة جديدة قد تكون جديدة على البعض منكم، وممكن البعض منكم يعرف المعلومة دي، ان اللغة الانجليزية اصلها لغة المانية. اقول تاني، يعني الانجليزي اصله الماني وليس العكس على فكرة. اللغة الالمانية اقدم بكثير من اللغة الانجليزية. اللغة الانجليزية دي لغة مستحدثة، لغة جديدة. اللغة الالمانية، اللغة الانجليزية اصلها، اصل اللغة الانجليزية اللغة الالمانية، هي القبائل الجرمانية. لذلك تلاقي ان بعض او معظم الكلمات في اللغة الانجليزية شبيهة للغة الالمانية وليس العكس على فكرة. اقول تاني، معظم الكلمات في اللغة الانجليزية شبيهة لكلمات اللغة الالمانية. زي مثلا عندي فعل مثلا هيلب هتلاقي هيلفن، هتلاقي ابن هتلاقي افنن، هتلاقي مثلا كلمة كات هتلاقيها كاتسي، وهكذا. يبقى فيه كلمات كتير جدا مشتركة او متشابهة بين اللغة الالمانية واللغة الانجليزية. معلش انا طلعت بره المود، نرجع تاني لموضوعنا. افنن يعني يفتح، واوف ماخن برضو معناها يفتح، يبقى هي ليها معنيين. شليسن قلنا يفتح، يبقى اكيد شليسن يغلق. تسو ماخن يعني يقفل، يبقى هما الاثنين بنفس المعنى، معناهم يغلق. الكلمات دي يا جماعة والله كلمات مهمة جدا، أفعال ضرورية جدا إن أنت تعرف
الافعال دي في اللغه الالمانيه. تغفن، تغفن فعل تغفن يعني يقابل، انروفن انغوفن انغوفن بتساوي فعل اسمه تليفونيرن تليفونيرن اعتقد بينه تليفونيرن يعني يتصل تليفونيا. طب انروفن يعني ايه؟ ما نفس المعنى، يبقى يتصل تليفونيا، يبقى هما الاثنين بنفس المعنى. ولكن طبعا فعل انروفن ده بيسموه في الالماني فعل منفصل، ده لسه كلام على الافعال المنفصله جاي، نصبر شويه ما نستعجلش. اوف غويمن اوف غويمن اوف رويمن معناها يرتب، بس يرتب شقه، يرتب حجره، يرتب الاوضه. انما عايز اقول مثلا انا برتب الكتب، لا مش هستخدم فعل اوف رويمن، بستخدم فعل اسمه اوردنن. ماشي هنبقى نتكلم عليه بعد كده. خلينا بس الاول في فعل اوف غويمن اللي هو معناه يرتب، يرتب شقه، يرتب حجره. اوس فولن اوس فولن، عارفين كلمه فول بالانجليزي بس بالفي، معناها يملا. اوس فولن معناها يملا استماره. او يملا بيانات. عارف انت كده لما تروح تقدم في اي شركه ولا حاجه، اول حاجه بديك ورقه كده يقول لك ايه، فولن زي داس فورمولار اوس، فولن زي داس فورمولار، ويحط لك اوس في الاخر، لان هو ده اللي انا بقول عليه حاجه اسمها الافعال المنفصله. في الافعال المنفصله ان انا بجيب المقطع اللي في الاول برميه في نهايه الجمله، ولكن مش ده موضوعنا برضو. المهم ان انا اعرف ان اوس فولن معناها يملا استماره او يملا بيانات. بيغوسن بيغوسن خدناها قبل كده، وخدنا عليها اول حلقه كانت عندنا بتتكلم عن بيغوسنجن اللي هي التحيات، يبقى فعل بيغوسن يعني يحيي. وقلنا طبعا فعل فيركوفن يعني يبيع. اقراهم سريعا عشان نخش بقى على المهم. احنا كل ده لسه زي ما قلت لك بنجيب الافعال التي تسبب حاله الضطيب في اللغه الالمانيه. قرينا دول مرتين. زيهن بيزوخن تراجن ميتن فرميتن مشتن موجن ليبن إزجبت فراجن زاجن جنيسن ريباريرن زي ريبير كده زنجن زنجن بيزشتجن بيزشتجن كوفن كوفن افنن افنن aufmachen schließen zumachen zumachen treffen treffen anrufen anrufen telefonieren telefonieren aufräumen aufräumen ausfuhren ausfuhren begrüßen begrüßen verkaufen verkaufen كده احنا خدنا الافعال التي تسبب حاله اكوزاتيف. نخش بقى على المهم الا وهو موضوع الاكوزاتيف. كلمه اكوزاتيف في اللغه الالمانيه معناها المفعول به. نركز بقى عشان نفهم الموضوع ده بسهوله. يبقى كلمة أكوزاتيف أكوزاتيف دير أكوزاتيف يعني المفعول به. عارف أنت في اللغة العربية لو قلت لك مثلا أنا أشرب الشاي اشترينك دين تي، يبقى أنا بشرب الشاي، يبقى كلمة الشاي هنا وقع في حالة المفعول. واضح كده؟ يبقى أنا عندي حالة الأكوزاتيف في اللغة الألمانية اللي هي معناها المفعول به. حالة المفعول به هي حالة مرتبطة بأداة التعريف للكلمة. يعني أنا عندي أدوات التعريف، في عندي أداة تعريف الدير، الكلام ده احنا قلناه قبل كده. أداة التعريف دير في حالة الأكوزاتيف بتتحول إلى
دين. نقول تاني، يبقى أداة التعريف دير بتتحول في حالة الأكوزاتيف إلى دين، يبقى الدير بتتحول إلى دين. يعني بمعنى إن أنا لو لقيت كلمة، لو لقيت كلمة أداتها دير وقعت في حالة المفعول أوتوماتيك بحولها إلى دين، ولكن لو وقعت في حالة الفاعل بسيبها زي ما هي دير. طيب بالنسبة للأداة دس، وأدي الأداة دي، وأدي الأداة دي، أدي الأربع أدوات عندي. الأداة دس بتتحول في حالة الأكوزاتيف زي ما هي دس. طب الأداة دي زي ما هي، ايه ده في ايه؟ طب الأداة دي اللي هي بتاعت الجمع اكيد دي بقى تتغير، نشوف كده برضو زي ما هي. معنى كده ان حالة الأكوزاتيف اللي هو المفعول به تتغير، الأداة دير فقط، يبقى الأداة دير بس هي اللي بتتحول الى دين، ولكن اذا وقعت الكلمة في حالة المفعول به. ندي مثال على كده، يعني لو قلت ايش انا بزوخ، لسه واخدين من شويه فعل بزوخ يعني ايه؟ تمام، يعني يزور. ممكن اولا عشان احل الجمله دي لازم اكون عارف اداه التعريف للاسم الواقع في حاله المفعول. فكلمه اونكل هنا لو نفتكر كده في الفيديو السابق قلنا كلمه اونكل ده اسم مذكر. طب اي اسم مذكر اداته ايه في الالماني؟ اداته دير. طيب طب الدير بتتحول الى ايه؟ الى دين، بس بشرط ان هي تكون وقعت مفعول. يعني انا لما اقول انا زرت العم، يبقى العم هنا وقع في حاله المفعول وبالتالي هتبقى دين، ايش بزوخه دين اونكل. طيب واحده كمان، فيا نحن تغفن، يعني ايه تغفن؟ يعني يقابل. فغويند، كلمة فغويند دي جمع كلمة فغويند اللي هي فغويند يعني صديق، كلمة فغويند يعني الأصدقاء. طيب كلمة فغويند هي جمع، يبقى أنا عندي في اتنين دي، دي للمفرد المؤنث وفي دي للجمع، فكلمة فغويند دي أداتها دي. واضح كده؟ تمام. طب الدي بتتحول إلى دي، ايش ترفع او فير ترفن دي فغويندا، يعني احنا نقابل الاصدقاء. ايش ريبارير، فعل ريبارير يعني يصلح. دروكر، فاكرين كلمه دروكر؟ ايوه، كلمه دروكر يعني اللي هي الطبعه. اداتها ايه كلمه دروكر؟ اداتها دير. مش احنا قلنا الكلمات اللي اخرها ار اداتها دير. ايش ريباريري، انا بصلح الطبعه، يبقى الطبعه هنا واقعه في حاله المفعول وهي اداتها دير، والدير بتتحول الى دين، يبقى انا صلحت ايش ريباريري دين دروكر. توم شرايبت ايميل، توم شرايبت ايميل. كلمة ايميل اللي هو الايميل اداتها ايه كلمة ايميل؟ اولا هي واقعة هنا في حالة المفعول، يبقى توم كتب الايميل، يبقى اداتها دي وبالتالي هتفضل دي زي ما هي. ايش زوخة، قلنا من شويه فعل زوخن يعني يبحث عن. ايش زوخه بوخ، ايش زوخه انا ابحث عن، كلمه بوخ يعني الكتاب، يبقى ايش زوخه داس بوخ، ايش زوخه داس بوخ يعني انا ابحث عن الكتاب. يبقى انا اقول تاني حاله الاكوزاتيف بتتحول الاداه دير الى دين، والأداة دس تفضل زي ما هي، والأداة دي زي ما هي، والأداة دي
اللي هي بتاعت الجمع تفضل زي ما هي. اسلام بزوخت طنط فعل بزوخن، قلنا يعني يزور، كلمة طنط اللي هي العمة أو الخالة أدتها إيه؟ خلاص طالما اسم مؤنث قلنا تبقى أدتها دي. طب والدي بتتحول إلى دي زي ما هي، يبقى إسلام بزوخت دي طنط. اشترفة كندا، اشترفة كندا، كلمة كندا يعني الأطفال وجمع، وبالتالي هتبقى اشترفة دي كندا. يبقى نقول تاني، يبقى أنا عندي حالة الأكوزاتيف بتتحول الأداة دير إلى دين، وباقي الضمائر بتظل كما هي. ده بالنسبة لي حالة الأكوزاتيف في حالة المعرفة. نبص كده على حالة الأكوزاتيف، حالة المفعول به، ولكن في حالة النكرة. يبقى هنتكلم عن الأكوزاتيف ولكن في حالة الايه؟ النكرة. احنا اتفقنا من شوية ان الأداة دير بتتحول الى دين، دي في حالة المعرفة. طب عايز احولها الى نكرة، الأداة دير بتتحول في النكرة الى أينن. يبقى كلمة أينن دي النكرة بتاعة الأداة دير اذا وقعت في حالة المفعول. طيب الأداة دس قلنا بتتحول الى دس، وفي حالة النكرة بقى بتتحول الى أين. يبقى الدير تتحول الى أينن، والدس بتتحول الى أين. طيب الأداة دي، الأداة دي قلنا في حالة المعرفة بتبقى دي، وفي حالة النكرة بتبقى أين. يبقى تاني، يبقى الدير بتبقى أينن، والدس بتبقى أين، والدي بتبقى أين. أينن أين أين، دول في حالة النكرة. طب بالنسبة لي الدي بتاعت الجمع، الارتيكل دي اللي هي في حالة الجمع بتفضل في المعرفة دي. طب في حالة النكرة ركز معايا، اولا كلمة نكرة، كلمة نكرة بتدل على الافراد، يبقى انا ما ينفعش هنا ان انا احط اداة نكرة مع الجمع. طب ايه البديل؟ بحط زيرو فاي، ما بحطش حاجة خالص، او بكتب كلمة اسمها فيلي، او بحط اي عدد بدءا طبعا من اتنين سفاي دغاي وهكذا. يبقى نقول تاني، يبقى الدير بتبقى اينن في حالة المفعول، والدس بتبقى اين، والدي بتبقى اين، انما الجمع يا زيرو يا فيلي يا اي عدد. يعني لو قلت ايش براوخ، فعل براوخن يعني يحتاج، بوخ اند بلايشتيفت، ايش براوخه انا احتاج، بوخ يعني كتاب، و بلايشتيفت يعني قلم رصاص. عشان تجيب الاداه النكره للاسم لازم اعرف الاول اداة التعريف للاسم طبعا. فين عندي كلمة بوخ اداتها تمام، اداتها دس. طب بلايشتيفت اداتها دي. انا احتاج، لو قلت دس بوخ على فكرة هتبقى صح، بس هنا هتتحول الى معرفة. يعني لو قلت ايش براوخ دس بوخ يعني انا احتاج الكتاب. طب لو قلت ايش براوخ، ايوه اجيب بقى النكرة بتاعتها، ايش براوخ اين بوخ، مش براوخي اين بوخ يعني انا احتاج كتاب.
نفس الكلام عندي في كلمة أو الأداة دير، أنا أحتاج قلم رصاص إيش براوخي أينن بلاي شتيفت، أنا أحتاج قلم رصاص. طيب أقول لك جملة كده، لو قلت داس إيست بلاي شتيفت، داس إيست بلاي شتيفت، كلمة بلاي شتيفت اللي هو القلم الرصاص، أداته إيه القلم الرصاص؟ أداته دير. عايز حد يحل لي الجملة دي؟ وأخش على الجملة اللي بعديها وأسيبكم بس تفكروا فيها شوية، بس أحلها، أحلها قبل ما أمسح السبورة. داس إيست بلاي شتيفت، وبالمناسبة كلمة بلاي شتيفت أدتها دير، ها؟ هكتب لك الأداة جنبها أهي. داس إيست بلاي شتيفت. طيب لو قلت أحمد هط يعني تمام، يعني يمتلك لديه بغوضة und جفستا، يبقى أحمد يمتلك كلمة برودر يعني أخ، وكلمة شفستر يعني أخت، يبقى أحمد يمتلك أخ وأخت. طيب كلمة برودر مذكر أداتها دير، طب والدير بتتحول في النكرة إلى تمام إلى أينن، يبقى أحمد هات أينن برودر، أحمد يمتلك أخ واحد، أند جفستا، جفستا كلمة جفستر أخت مؤنث طبعا فأدتها دي، وقلنا الدي بتبقى إيه؟ أنا في عندي اتنين دي، دي كده بتاعت المؤنث، إنما دي بتاعت الجمع، تبقى أين إشفيستا، يبقى أحمد هات أين بغوضة أند أين إشفيستا. نطلع بقى للجملة دي، أيوه داس إيست بلاي شتيفت، هذا يكون قلم او القلم الاثنين، يعني انا عايزك تكتبها يا معرفه يا نكره، الاثنين صح مفيش اي مشكله. وقلنا ان القلم اداته دير، والدير بتتحول الى ايه؟ الى دين. الاجابه غلط. ازاي هير الاجابه غلط؟ الاجابه هتبقى دير او اين. واحده واحده بس عشان نفهم. اولا هنا الكلمه دي، كلمه بلاي شتيفت في الجمله دي وقع في حاله الفاعل وليس المفعول. كلمه داس ايست يعني هذا يكون، انا بقول لك هذا يكون قلم او القلم، يبقى هنا وقع في حالة الفاعل. طيب حالة الفاعل الاداة دير بتظل كما هي، وفي حالة النكرة نكتبها هنا كده، الاداة دير في حالة النكرة الفاعل، النكرة الفاعل، الفاعل بتفضل اين، انما في حالة المفعول وده الدرس اللي بنتكلم عليه بتتحول الى اينن. أقول تاني، يبقى الأداة دير في حالة الأكوزاتيف المفعول تبقى أينن، إنما في حالة الفاعل بتبقى أين. طب الأداة داس أين، وفي حالة الفاعل برضو بتبقى أين، والأداة دي في حالة الفاعل، في حالة المفعول أين، وفي حالة الفاعل أرض أين. طب الجمع نفس الكلام، وهو هو نفس الكلام. معنى كده إن حالة المفعول به بتتأثر فقط في حالة الأداة دير، بس هي اللي بتتحول فيها الأداة دير إلى أينن في حالة النكرة، ودين في حالة المعرفة، إنما في حالة الفاعل لو وقعت الكلمة في حالة الفاعل بتظل أين كما هي. لو قلت هير أحمد زوخت، قلنا زوخت يعني يبحث عن شلسل، هير أحمد زوخت، كلمة شلسل بتيجي بمعنى مفتاح، وأدته إيه المفتاح؟ دي. وبالمناسبة الجمع بتاع كلمة شلسل زي ما هي، وبالتالي هنا الكلمة دي معناها مفتاح أو مفاتيح،
هنا مش باينه على فكره، لان هي واقع في حاله المفعول. هي هبان، هبان هي مفرد ولا جمع لو وقعت في حاله الفعل عن طريق تصريف الفعل. انما هنا انا بقول غير احمد بيبحث عن المفتاح ولا المفاتيح، يبقى الاثنين صح، مفيش اي مشكله. يبقى لو افترضنا ان هي مفتاح، ناخدها واحده واحده كده. لو افترضنا ان هي مفتاح في حاله المفرد هتبقى دي ان، لان هي اداه دير والدير بتتحول الى دين، او في حاله النكره تبقى اينن، يبقى يدين يا اينن. طب لو اعتبرنا ان هي مفاتيح في حاله الجمع، الجمع قلنا اداته دي في حاله المعرفه، انما في حاله النكره تبقى زيرو، او هقول مثلا فيله او اي عدد. يبقى احنا كده اتكلمنا عن حاله الاكوزاتيف اللي هي المفعول به في حاله المعرفه، واتكلمنا على حاله الاكوزاتيف في حاله النكره. نبدا بقى نتكلم عن حاله الاكوزاتيف اللي هي المفعول به ولكن في حاله النفي. قبل ما اخش على حاله النفي، نسترجع كده بعض الكلمات بالادوات بتاعتها بالجمع بتاعها. دي بغيف ماركه، كلمه بغيف ماركه خدناها قبل كده، اللي هو طابع البريد. طابع البريد اداتها دي. طب الجمع بتاعها بحط حرف الان، واتكلمنا وعملنا فيديو قبل كده عن صيغه الجمع، وقلنا ان جمع بريف ماركه نحط الحرف اللي بعده ده تبقى بريف ماركن. دس صوفا، دس صوفا اللي هي الكنبه. ديا شرانك، ديا شرانك اللي هو الدولاب. دي كاوتش، دي كاوتش اللي هي الكنبه. دي لابتوب اللي هو اللابتوب. داس تليفون، تليفون. دي شتيفت، دي شتيفت اللي هو القلم الجاف. دي ماوس، دي ماوس خدناها قبل كده اللي هو الماوس. داس هاندي، داس هاندي اللي هو التليفون المحمول. داس بابير، داس بابير اللي هي الورقة. دي تسايت، دي تسايت اللي هو الوقت. داس جيلد، داس جيلد اللي هي الفلوس أو النقود. داس فورمولا، داس فورمولا اللي هي الاستمارة. داس نوتس بوخ، داس نوتس بوخ اللي هو زي المذكرات كده، مذكرة أو مفكرة زي النوتة، يعني جاية من كلمة نوتة، وكلمة بوخ لوحدها يعني كتاب. دي ريشنونج اللي هو الفاتورة. كده احنا استرجعنا بعض الكلمات بالادوات بتاعتها، وقلنا ان حالة الاكوزاتيف ان اداة دير بتتحول الى دين في حالة المعرفة، وفي حالة النكرة بتبقى اينن. وقلنا ان الاداة دس بتفضل دس، وفي حالة النكرة بتبقى اين. وقلنا ان الاداة دي بتفضل دي، وفي حالة النكرة بتبقى اينة. والاداة دي اللي هي بتاعت الجمع بتبقى دي، وفي حالة النكرة قلنا زيرو، فاي او فيله او اي عدد. ده بالنسبة لي اللي احنا قلناه قبل كده. نبدأ بقى نتكلم عن اداة النفي او نفي النكرة في حالة الاكوزاتيف. يبقى بعد ما اتكلمنا عن المعرفة، اتكلمنا عن النكرة، نبدأ نتكلم عن النفي. نيجاتيون، عشان نكون عارفين معناها بالألماني، كلمة نيجاتيون اللي هو النفي. الأداة دير بتتحول في حالة النفي في الأكوزاتيف إلى كاينن،
ايوه ما تستغربش، احنا خدنا قبل كده في حاله النكره بتبقى اينن، حط لها حرف الكي بقت كاينن، حاجه سهله خالص. طب والاداه دس، نفتكر كده الاداه دس كانت ايه في حاله الاثبات؟ كانت اين، صح كده، حط لها الكي زي ما اتفقنا تبقى كاين. طب والاداه دي، ايوه برافو، اين في حاله الاثبات وفي حاله النفي كاين، يبقى كاينن مع الدير وكاين مع الدس وكاينه مع الدي. بالمناسبه الاداه دير نفيها في حاله الفاعل، الدير في حاله الفاعل بتبقى كاين، يبقى الدير في حاله الفاعل بتبقى كاين. طب والدس زي ما هي كاين، والدي في حاله الفاعل بتبقى كاين. يبقى زي ما اتفقنا ان اللي بيتاثر فقط في حاله الاكوزاتيف اللي هو المفعول به هي الاداه دير بس، هي اللي بتتاثر، سواء كان اداه التعريف او اداه النكره او اداه النفي. ففي اداه التعريف الدير بتبقى دين، وفي النكره بتبقى اينن، وفي النفي بتبقى كاينن. طب بالنسبه للجمع، الدي اللي هي في حاله الجمع في حاله النفي بتبقى كاين تاني، يبقى الدير تبقى كاينن، الدس تبقى كاين، الدي تبقى كاينه، والدي بتبقى كاينه. دي في حاله المفعول، دول كده المفعول. طب في حاله الفاعل، ايوه الدير بتبقى كاين في حاله الفاعل، والدس بتبقى كاين، والدي بتبقى كاينه، والجمع بتبقى زيرو او فاي. ندي كده مثال على حاله النفي. يعني لو سالتك قلت لك است دس اين شتيفت، است دس اين شتيفت، هل ده قلم جاف؟ فانت قلت لي ناين دس ايست شتيفت، هل ده قلم جاف؟ فانت بتقول لي لا ده مش قلم جاف. نركز بقى في الحته دي، كلمه شتيفت اداتها دير، حلو كده، جميل. طب انا هنا عايز انفيها عشان انا قلت ناين، وبقول له هل ده قلم جاف؟ قال له لا ده مش قلم جاف. طب هي اداتها دير، وقلنا ان الدير في حاله النفي تبقى ايه؟ تبقى كاينن. وانا اقول لك الاجابه غلط، هتقول لي ليه الاجابه غلط؟ لان هي واقعه في حاله الفاعل، لان الجمله دي كلمه شتيفت هنا واقعه في حاله الفاعل، وبالتالي هتبقى كاين بس، عشان هي هنا واقعه في حاله الفاعل. شفت ضحكت عليك انا اهو. طيب جمله كمان، ايش براوخن، فعل براوخن يعني يحتاج لابتوب، ايش براوخ كلمة لابتوب لسه قليل من شوية، اللي هي معناها اللي هو اللابتوب، اداته ايه اللابتوب؟ اداته دير. طب هنا واقع في حالة الفاعل ولا في حالة المفعول؟ واقع في حالة المفعول، انا احتاج لابتوب. طب عايز اقول انا مش محتاج اللابتوب، يبقى هنفي هنا كلمة لابتوب مع الدير تبقى كاينن. ادي حالة الاكوزاتيف اللي هي حالة المفعول به اللي الناس بتتلعب منها. هي المشكلة الناس يسمع حالة الاكوزاتيف يترعب، ايه المشكلة فيه؟ يبقى دي حالة. طبعا في حالة عربية تانية اسمها حالة الضطيف، بس ده لسه ان شاء الله قدام هنتكلم عليها. نخلينا خطوة خطوة، بعرفنا حالة الاكوزاتيف سواء في حالة المعرفة، في حالة النكرة، وفي حالة النفي. اسلام هط بغوضة، كلمة برودة ايوه يعني اخ. طب اداته ايه؟ اداته دير، وبالتالي هتبقى عزم فيها بقى. طبعا هي على فكرة هي ممكن تبقى اينن، بس في الحالة دي في حالة الاثبات، يعني اقول اسلام يمتلك اخ. طب عايز اقول اسلام لا يمتلك اخ، يبقى اسلام هات كاينن، اسلام هات كاينن برودر. هقول فيا
نحن زوخن دروكر. كلمة دروكر اللي هي معناها الطبعة، أداتها إيه الطبعة؟ أداتها دير. طب هنا واقع في حالة المفعول، عايزة إثبات ولا نفي ولا معرفة؟ كل الإجابات صح طبعا حسب السياق. هنا مش باينة نحن نبحث عن الطبعة ولا احنا نبحث عن طبعة ولا احنا لا نبحث عن الطبعة. خلاص أي حاجة، احنا طبعا بنتكلم عن نفي، فأنا أعتبر إن الجملة دي نفي. يبقى فير زوخن كاينن كاينن دروكر. واضح الكلام؟ كلام جميل وكلام سهل. طيب يبقى احنا كده فهمنا الفرق ما بين أداة التعريف وأداة النكرة وأداة النفي. زي ما بنتعود نعمل كام جملة ونحلهم في الكومنتات. طيب ندي كده كام جملة نركز بقى مع بعض. إرجنسة زي دي لوكن إرجنسي، يعني كمل حضرتك دي لوكن اللي هي الفراغات. يعني هديك كام جملة كده وتحلهم وتبعت لي الإجابات في الكومنتات. إرجنسن زي دي لوكن، أكمل الفراغات. لو قلت إيش نرقمهم اهو عشان تبعت لي في الكومنتات الاجابات بالترتيب. ايش فند ايش فند بوخ انترسانت، ايش فند ايش فند انا اجد بوخ الكتاب انترسانت يعني شيق. هتقولي طب انا هنا هجاوبها معرفة ولا هجاوبها نكرة ولا جاوبها نفي؟ الاحتمالات كلها تنفع، اختار اللي انت عايزه، مفيش اي مشكلة، لان انا محددتلكش هنا انا عايزة معرفة ولا نفي ولا نكرة. السؤال الثاني، ماين موتا رويمت فونونج اوف. ماين موتا الأم أو أمي، رويمت رتبت، فونونج أوف يعني رتبت. كلمة فونونج يعني الشقة، أداتها إيه؟ معرفش بقى، أنت اللي هتدور. أغششك، هي آخرها أو إن جي، ما علينا. تلاتة، إيش فراغة ليرة، ايش فراغ ليرا اير ايست نت، ايش فراغ وخدنا فعل فراغ وكلمة ليرا لا معناها معلم، يبقى انا سألت المعلم. اير ايست نت يعني هو رجل لطيف. هاست دو فيلمس جيزيهن، بيسأله اهو هاست دو نقط فيلمس جيزيهن، هاست دو فيلمس جيزيهن، هل انت اتفرجت على الافلام؟ هتحط لي الاداة هنا، هتحط الاداة هنا. ميار ايست نقط هنشن، ميار ايست هنشن زي شمكت ايا نشتجو. مايا ايست هنشن، قلنا هنشن
اللي هي الدجاجة الصغيرة زي شميكت، آسف 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 آسف، زي شميكن إيا نشت جوت. شولة شولة فندة إيش سوبا، شولة فندة إيش سوبا، المدرسة شولة يعني المدرسة، فندن يعني أجد، إيش أنا، سوبر يعني رائع. فيا بيزوخن نحن نزور، أم فرايتاغ غوس فات، فير بيزوخن أم فرايتاغ غوس فاتر، احنا بنزور يوم الجمعة غوس فاتر اللي هو الجد. أحمد زوخت، قلنا زوخت يعني يبحث عن. نوع كلمة نوع يعني فقط، تيما فيا أينن تاغ، أحمد زوخت، أحمد يبحث عن كلمة نور يعني فقط، سمر حجرة، فير أين انطاق لمدة يوم. فيا مخن رايزة ناخ أسوان، فيا ماخن احنا بنعمل رايزة ناخ أسوان، رحلة إلى أسوان. فراو ماي هات كيندا، فراو ماي هات كيندا، الإجابة إن شاء الله يا إما تشتغل بالمعرفة أو بالنكرة أو بالنفي، أنا مديك الحرية ان انت تختار. يبقى انت اهم حاجة بتبص على اداة الكلمة اللي واقع عليها الاداة كده. يبقى احنا خلصنا الحالة من وجهة نظر البعض، حالة المفعول به اللي هي حالة الاكوزاتيف، اتكلمنا عن اداة التعريف، اتكلمنا عن اداة النكرة، اتكلمنا عن اداة النفي اللي هي من وجهة نظر البعض من الدروس الصعبة، ولكن الحمد لله اعتقد ان الدرس كده واضح. ما تنساش لو عجبك الفيديو تعمل اللايك، الاشتراك في القناة، وتفعل زر الجرس. سلام.